من الأربعين شبه، شبيهتان لجورجينا صديقة كريستيانو، إحداهن مغربية، تثيران جدلاً كبيراً والمنافسة تشتعل. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لشابتين تدعيان أنهما تشبهان صديقة كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز. الحديث دار حول التيك توكر السعودية ريما العنزي بعدما نشرت صوراً وفيديوهات على حسابها إنستغرام ظهرت فيه وهي تقلد إطلالة جورجينا وطريقة حديثها. ومن جهة أخرى صرحت فتيحة المغربية بشكل صادم، وصفة نفسها بأنها أحسن جمالاً وأن جورجينا هي من تشبهها وتقلدها. الشبيهتان تلقتا هجوماً حاداً من الجمهور الذين استنكروا تصريحاتهم ومحاولة تقليدهم لجورجينا، وسخر البعض من شكلهما وجرأتهما مؤكداً أنهما لا يصلان أبداً لجمال جورجينا، كما دعوا الجمهور لتجاهلهما وعلى عدم تسليط الضوء على مثل هذه الشخصيات التي تبحث عن الترند. هل يوجد شبه حقيقي بين الشابتين وجورجينا؟ على عكس ما أشيع عنه، هذا هو السبب الحقيقي وراء وفاة عزيز الأحمد، أشهر يوتيوبر سعودي في العالم العربي. لمن لا يعرفه، عزيز الأحمد سعودي من أصول سورية، اشتهر بلقب عزيز القزم. عانى من مشاكل في النمو بسبب الغدة النخامية، لكنه حقق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حجمه وأدائه لمقاطع مضحكة. شهرته مكنته من الحصول على عروض كثيرة من أجل الإعلانات، جمع منها ثروة ضخمة من قصور وسيارات. وعن السبب الحقيقي لوفاة عزيز، صرح صديقه ومرافقه الدائم يزن الأسمر أن الأزمة القلبية هي التي أدت لوفاته بعمر 23 سنة، عكس ما روجت له الشائعات في وسائل الإعلام. وفاة كوكسيل العربي كما يحب البعض تسميته أثارت حسنا شديدا لدى المتابعين، وملأت صوره وتعازي لأهله وأحبابه مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الحذاء الضخم ليس من عجائب وغرائب الموضة المعروضة، بل هو حذاء فنانة مغربية شهيرة لم تتردد بالظهور به رغم شكله الصادم. فقد استعرضت الفنانة دنيا بطمة في آخر ظهور لها على ستوري انستغرام إطلالة فاخرة ميزها حذاؤها الضخم ذو اللون الفوشي إلى جانب حقيبة صغيرة من نفس اللون. تفاجأ الجمهور من إطلالة دنيا بطمة ومن شكل الحذاء الذي ترتديه، فيما سخر بعض المتابعين من حجمه ولونه السارق، متسائلين كيف بإمكانها قيادة سيارتها بهذا الحذاء ووصفين إياه بالباخرة. الجمهور انتقد إطلالاتها مؤخرا، متهمينها بمحاولة استفزاز طليقها محمد الترك وإرسال رسائل مبطنة من خلال ظهورها بهذا الشكل الذي لا يليق بفنانة مثل دنيا، وخاصة أنها أم لطفلتين ومسؤولة عنهم. هل ظهور دنيا بطمة بهذه الإطلالة الهدف منه استفزاز طليقها محمد الترك، أم أنها تتماشى مع الموضة فحسب؟ سعد المجرد يشكر كريستيانو رونالدو بطريقة غير متوقعة، وهذا ما فعله كريستيانو خلال التدريبات. أظهرت فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب كريستيانو رونالدو خلال تدريباته مع فريقه الجديد نادي النصر السعودي، وتفاجأ الجمهور بتشغيل أغنية انت حياتي للفنان المغربي سعد المجرد خلال التدريبات. وأشاد المجرد بهذه اللقطة معتبرا إياها فخرا له، حيث أرفق الفيديو عبر ستوري صفحتي على الإنستغرام، يشكر فيها كريستيانو على اختيار أغنيته انت حياتي لتكون مؤنسة له خلال تدريباته. الجماهير تساءلت أيضا عن سبب اختيار كريستيانو لهذه الأغنية، وما إن كان رونالدو يريد تعلم اللغة العربية والتعرف على ثقافتها، وهو ما جعله يستمع للأغاني العربية. هل تعمد كريستيانو اختيار أغنية لمجرد، أم أنها مجرد صدفة فقط؟ يبدو أن الصوت الشتوي الناعم على حد قولها سيغدو صراخا صيفيا غليظا بعد الجدل الذي أحدثت ياسمين عز تواجه ورطة كبيرة لم يسبق لها أن وقعت فيها. فالنصائح التي كانت تمليها في برنامجها كلام الناس قد وجهت كلام الناس نحوها بالفعل، فأصبحت محل انتقاد كبير بسبب التصريحات الصادمة لصالح الرجال. عدة جهات رسمية أعلنت شنها حملة ضد الإعلامية المشهورة، وصلت للمحاكم ومطالبات بوقف البرنامج من المركز المصري لحقوق المرأة. المتابعون بدورهم انتقدوا كلام ياسمين حتى أصبحت محل سخرية واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى قارن بعض المتابعين بين ما تقدمه ياسمين عز ورطوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس، واستغربوا عدم وجود حملة مشابهة لإيقاف محتوى رضوى المعاكس تماما لمحتوى ياسمين عز. هل الحملة ضد ياسمين مبررة أم مبالغ فيها؟ الحياة العاطفية لنورة فتحي تثير الجدل مجددا، وفارس الأحلام هذه المرة غير متوقع. لم يكن ختام سنة 2022 حافلا للفنانة نورة فتحي فحسب، إذ يبدو أن العام الجديد سيكون مليئا بالمفاجآت. من دبي في معلمها الشهير برج خليفة، شهدت نورة فتحي مع أصدقائها مستمتعة، ونشرت مجموعة من الصور في حفل عشاء خاص برفقة أريان خان ابن النجم الهندي شاروخان. وتداولت المواقع خبر وجود علاقة عاطفية بينها وبين
أريان خان، في حين أن جزءا من الجمهور نفى هذا الأمر واعتقدوا أن تواجدهما معا في الحفلة كان صدفة وأن علاقتهما لا تتجاوز بأن تكون مجرد صداقة، في حين أن الثنائي لم يؤكدا وينفيا صحة الخبر. هل من حق الجمهور معرفة حقيقة العلاقة بين نورا وأريان خان؟ لن تصدق فارق العمر بينهما، هبة عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي تخطف الأنظار بجمالها وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي. لم تكن الإنجازات التاريخية التي حققها لاعب المنتخب المغربي في مونديال قطر حديث العام والخاص على وسائل الإعلام فحسب، الأضواء خطفتها عائلات اللاعبين أيضا، وزوجة النجم أشرف حكيمي تنافسه في الشهرة، كيف لا وهي الممثلة وعريضة الأزياء الإسبانية والتونسية الأصل. لكن ما أثار الجدل أكثر هو فارق السن الصادم بينها وبين زوجها حكيمي الذي بلغ 10 سنوات حسب ما تنقلته المواقع الإخبارية. وتفاوتت ردود أفعال الجمهور الذي تفاجأ بشدة حول فارق السن، وبين من انتقدت بعض الجماهير اللاعب المغربي مشيرين أنه يؤثر على العلاقة الزوجية، علق آخرون أن الحب لا يعرف فارق السن. هل تعتقد أن زواج حكيمي بهبة كان لشهرتها أم أن الحب فعلا لا يعرف فارق السن؟ اختفت عن الأضواء لسبب غامض، ومع دخول العام الجديد الإعلامية المغربية مريم سعيد تعلن عن هذا الخبر الصادم للجميع. عام 2022 عرف غياب فنانين كثر، وجاء 2023 ليفتح باب العودة للإعلامية المشهورة مريم سعيد التي غابت عن الساحة الإعلامية لمدة 3 سنوات تقريبا نتيجة ارتباطها بقضية حمزة مومبيبي. وكتبت مريم منشورا في حسابها على الإنستغرام قدمت خلاله تهنئة للمتابعين بالعام الجديد، لتنهال عليها التعليقات من الفنانين والمشاهير مرحبين بعودتها من جديد. عودة مريم أثارت تساؤلات بين المتابعين حول السر الحقيقي وراء اختفائها، خاصة وأن اختفائها صادف فترة محاكمة مجموعة من المشاهير المغاربة على غرار دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام على خلفية قضية الحساب الوهمي الذي أساء لعدة مشاهير. هل ستبقى شهرة مريم سعيد كما كانت في السابق أم أنها ستنقص بسبب الغياب الطويل؟ الأبطال يولدون من رحم المعاناة، مقولة جسدها بطل صغير أدمى قلب كل من تابع قصته وصدم الجميع بما فعل. الطفل المغربي أحمد ريان البالغ من العمر 11 سنة فقط تفاجأ بتمزق حذائه خلال مسابقة للعدو الريفي في ضاحية تامسانا قرب العاصمة الرباط. هذه الحادثة لم تثني عزم أحمد ريان إذ قام بتصرف أذهل الجميع. ريان ربط ورقا من الكرتون وشريطا لازقا حول رجليه ومضى يجري في مضمار السباق ليظفر بالمركز الثالث. انتشرت قصة الفتى ريان على نطاق واسع في المغرب وأجرت معه وسائل الإعلام المحلية لقاءات عديدة، حتى أن بعض الرياضيين قرروا مساعدته باعتباره مشروع بطل رياضي يستحق الرعاية. هل تعتقد أن هذه المبادرات يجب أن تعمم على كل الأطفال الموهوبين أم أن هذا الأمر صعب تحقيقه؟ فيلم شاروخان الجديد يحدث مفاجأة صادمة ويتشارك مع المغاربة في الأغنية الترويجية للفيلم. مجددا شاروخان يتعاون مع الثنائي المغربي عبد الفتاح الجريني وزوجته المغنية جميلة البتاوي في الأغنية الترويجية لفيلم باتهان. هذا التعاون يعد الثالث من نوعه بعد نجاحهم سويا في الأغنية الرسمية لفيلم فان وأغنية فيلم ريس الذي عرض عام 2017. الجريني وجميلة قدم استعراضا غنائيا راقصا أمام برج خليفة باحتفاء من شاروخان الذي وصفهما بأنهما الأفضل بالنسبة له، وشارك معهما الغناء باللغة العربية. لتنتهي الحفلة بعرض البرومو الإعلاني على برج خليفة. الجمهور المغربي تفاعل إيجابيا مع الحدث واعتبره نقلة نوعية للمشاركة المغربية في السينما العالمية، في حين علق آخرون أن الدراما والسينما المغربية تحتاج هذه الطاقات من أجل تطويرها للمنافسة عالميا. أي عمل كان الأفضل بين الأعمال الثلاثة؟ للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة للا العروسة الحصرية.